معنا التليفون معالي السفير الاثيوبي بالقاهره السفير محمود درير. برحب بحضرتك معنا يا معالي السفير. مرحبا بك، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا يا معالي السفير، يعني اهميه هذا المنتدى واهميه هذه المشاركه القويه وانعكاساتها على العلاقات ما بين الدول. ياتي هذا المنتدى من منطلق تعزيز التجاره والاستثمار في افريقيا. تعرفين تماما أن التحديات التي تواجه القارة الأفريقية لا تعطي الرفاهية في أننا نكون متفرجين لما يحدث في العالم من نمو، وتبقى قارتنا يعني متخلفة كما كان الأمر في السابق. فلذلك ارتأت القيادات الأفريقية في أن تعزز التجارة البينية في أفريقيا والاستثمار الأفريقي الأفريقي، وإلى ذلك إضافة إلى جذب الاستثمارات إلى القارة الأفريقية من شتى أنحاء العالم، يعني بما في ذلك الصين والهند والولايات المتحدة، يعني جميع الفرص المتاحة يجب أن تستفيد منها أفريقيا، وليست أفريقيا كما كان الأمر في الماضي تستخرج ثروات أولية دون أن نضيف لها قيمة وبما يقوم بمنفعة لأبنائها. يكون لها قيمة مضافة. طيب معالي السفير، فيما يتعلق تحديدا بالعلاقة ما بين مصر وإثيوبيا، والنهاردة الاجتماع الثلاثي اللي حصل ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس السودان ورئيس وزراء إثيوبيا، لو حضرتك تدينا فكرة عن أهمية هذا اللقاء والتواصل الإنساني. يمكن احنا بنقول ان العلاقة المباشرة ما بين الزعماء بتختصر كثيرا من الوقت وبتتعامل مع الأزمات بشكل مباشر. أهم ما دار في هذا الاجتماع، وهل سد النهضة أو التشاور فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل لمياه النيل فيما يصب لصالح الشعوب، شعوب دول حوض النيل؟ أولا، هو منظار خاطئ من قبل الصحافة المصرية والإعلام المصري أنهم ينظرون عندما يتحدثون عن العلاقة الإثيوبية المصرية فقط سد النهضة ومياه النيل. اليوم، وأكون صريحا معك، لم يتطرق القيادات لهذا الشأن من أساسه. كان هذا اللقاء يجمع الرؤساء على هذا المستوى. نحن علاقاتنا كان لدينا لجان مشتركة وزارية وإلى آخره، ولكننا رفعنا مستوى العلاقات من اللجان الوزارية إلى مستوى الرئاسة، حيث نضع الآن آليات للتعاون والتشاور المستمر فيما ينفع كل من أثيوبيا ومصر والسودان في مجالات شتى، في مجال السياسي، في مجال الاقتصادي والاجتماعي. مثلا فيما يتعلق بالعلاقات، لتعزيز العلاقات الشعبية بين شعوب كل هذه الدول، سيعزز التواصل بين البرلمانات وبين أطياف المجتمع، وتكون هناك أيضا التواصل الثقافي، بالإضافة إلى ذلك الرياضة مثلا التي لم نستغلها في تعزيز العلاقة بين كل من هذه البلدان التي ذكرناها. أيضا الشق السياسي سيتعلق بالمسائل الأمنية، مكافحة الإرهاب، التشاور السياسي في الشأن الدولي، لأنه مصر كما تعرفين هي الآن عضو غير دائم في المجلس الأمن، في مجلس الأمن، وكذلك عضويتها في مجلس الأمن والسلم الأفريقي. نعم يا فندم. وأيضا أثيوبيا تم اختيارها من قبل الاتحاد الأفريقي أن تمثل أفريقيا كعضو غير دائم لمجلس الأمن في الأمم المتحدة. سيكون لدينا عمل مشترك ما يفيد ليس فقط منطقتنا حوض النيل، ولكن ما يشمل القارة الأفريقية والأمن والسلم الدوليين. تمام، شكرا جزيلا معالي السفير محمود درير سفير الإثيوبي بالقاهرة، بشكرك على وجودك معنا يا فندم.